بعدما أصيبت بمرض جنسي، روان بن حسين تطل عارية على الجمهور وتكشف ما لا تتوقعونه بجسدها. فاجأت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين الجميع بنشرها صورة مثيرة من داخل حوض استحمام وسط إطلالة مع الطبيعة، وذلك خلال تمضيتها لفترة استجمام وراحة في جزيرة سيشال المميزة. بعد الضغوط الصعبة التي تعيشها منذ العام الماضي وإعلان انفصالها عن زوجها الليبي يوسف المقريف، وعلقت على الصورة بالقول الفتاة ذات الدمل في الكتف في إشارة إلى نفسها. وأوضحت روان الأمر بتعليق قالت فيه علامة مشتركة بيني وبين ماما وخواتي إنه كلنا عندنا غمازات في أكتافنا. وكانت روان قد أعلنت انفصالها بعدما قام زوجها السابق بخيانتها ونقل فيروس جنسي إليها بسبب إقامته علاقات جنسية عدة. كما عاد وشهد الخلاف بين روان وطليقها الليبي محمد يوسف المقريف، والذي كان رفع ضدها في بريطانيا دعوى قضائية متهما إياها بمطاردته وضربه، تطورات جديدة. وتعليقا على القضية قالت محامية روان بن حسين، روان تعيش في دبي وهي حاليا هناك مع طفلها الصغير، ومع الوضع الحالي وإغلاق جميع ممرات السفر قد تكون هناك صعوبة في إدخالها إلى البلاد والمثول للمحاكمة. بدوره قال المدعي العام سيمون موغان، ليس هناك ما يمنع المدعي عليها من القدوم من دبي سوى أنها يجب عليها عزل نفسها لمدة 10 أيام، لكنني لست على علم بأي قيود معينة على السفر من لندن إلى دبي. وكانت روان قد فاجأت الجميع بطريقة إعلانها خبر انفصالها، كاشفة عن إصابتها بفيروس الورم الحليمي البشري HPV16 بسبب خيانته لها وعلاقته الجنسية المتعددة بفتيات الليل. وروت روان هذه القصة المؤثرة على خاصية الستوري عبر إنستغرام القصة الكاملة، والتي تفاعل معها الجمهور وأبدى تأثره بها ودعمه الكامل لها. وكتبت الجميع تفاجأ بخبر زواجي من محمد يوسف المقريف الذي هو حاليا زوجي وأبو ابنتي، الكل كان مصدوما، واليوم سأوضح كل شيء وسأحكي بدون أي حواجز، وأتمنى من جمهوري وخصوصا من هم في منطقة الشرق الأوسط أن يتفهموني لأنهم ما زالون يتبعون أسوأ العادات والتقاليد. وتابعت روان، في كل مرة كنت أشعر بالغضب من علاقات زوجي المتعددة كان يلومني على أخطائه ويتهمني بالجنون وعدم الاتزان، وظل على هذا الوضع حتى لجأت لزيارة طبيب نفسي لأنني بدأت أشعر بالفعل أنني غير متزنة. لكن كانت الحقيقة هي أن زوجي أناني ونرجسي مهووس. وأضافت، على الرغم من ذلك كنت أحاول إصلاح كل شيء وإنقاذ علاقتنا بشتى الطرق من أجل طفلتنا، ولأنني كنت أحبه، نعم كنت أحبه. ستقولون أنني أعاني من متلازمة ستوكهولم، ولكن لا يهم لأنني بالفعل كنت أحب معذبي. موضحة، السبب الثاني لبقائي في هذه العلاقة المؤذية هي نظرة المجتمع للمرأة المطلقة. كنت خائفة للغاية من كلام الناس واتهاماتهم لي والشائعات التي ستروج عند خبر طلاقي، لذلك ضحيت بسلامتي من أجل تجنب كلام الناس. إلى أن المفاجأة التي فجرتها روان بن حسين في القصة التي عاشتها هي أنها أعلنت طلاقها من زوجها الذي نقل لها عدوى فيروس الورم الحليمي HPV16 بسبب علاقاته المتعددة والعشوائية، وقالت إذا كان تصرفي هذا سيقلل من شأني فليكن، لم أعد أكترث وأهتم، أنا سعيدة ومتحمسة لبداية فصل جديد من حياتي.